عايز اعمل دلوقتي كابوريا مشويه. ازاي اعمل كابوريا مشويه بالزبده واحنا مع بعض كده بطريقه سهله وبسيطه. انا عايز الكابوريا زي ما هي اشويها تبقى قدامي سليمه بخيرها بشكلها الحلو. ممكن شكلها يخوف الاطفال الحلوين، ولكن انا دوري ان انا احبب الاطفال الحلوين في الكابوريا، ياكلوها ازاي وياكلوا قلبها ازاي، ونعرف الكابوريا المبطرخه من اللي مش مبطرخه ازاي واحنا مع بعض. مقادير على الشاشه: كابوريا، زبده، شبت، توابل بتاعتنا ملح وفلفل زي ما احنا شايفين كده مع بعض، والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. هناخد الزبده بالشكل ده كده، ونحط على الزبده دي يا شيف شويه ثوم طازه، ومع الثوم الطازه ده يا عم الشيف معلقه من الطحينه. الله الله على التركايه، معلقه من الطحينه اهي، حلو قوي، ومعلقه هريسه حلوه. في قلب الخلطه دي البهارات بتاعتنا، اللهم صل على النبي. هنا المطبخ، هنا المدرسه. كمون، بابريكا، كركم، ملح وفلفل، حلو قوي، ملح وفلفل. طب الحشوه دي يا شيف، الكابوريا دي من القشريات، هي والجمبري والاستاكوزا وبلح البحر، لان البحر سبحانه وتعالى الخير فيه كتير من نعم ربنا علينا، في قشريات، في رخويات، في اسماك. قشريات اللي هو الجمبري والكابوريا والاستاكوزا وبلح البحر، اما الرخويات اللي هو السبيط والكاليماري والايه يا عم الشيف والاخطبوط. اسماك عندك من البربون للدينيس للوقار للقشر بياض للهامور للمرجان، كل دي انواع من الاسماك. هناخد الخلطه الحلوه دي كلها مع بعضيها، بوجود الزبده هتديني شكل كريمي متماسك، وناخد الخلطه دي يا عم الشيف زي ما هي كده. اقول تاني الخلطه دي عشان حبايبي اللي بيتابعوني، الحلقه دي بتتذاع وبتتعاد يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره، زي ما حضراتكم شايفين كده، حطيت كزبره خضراء، حطيت زبده، ملح وفلفل وكمون، بابريكا، هريسه، هحط عصره ليمونه دلوقتي بالشكل ده كده اهو، بقى عندك شكل كريمي لطيف وحلو. عصره الليمون معانا، السر هنا في معلقة الطحينة، مديالي قوام، مديالي تماسك، في ليفر لطيف وجميل هيعشق دلوقتي لحم الكابوريا، حلو قوي. نجيب الكابوريا بتاعتنا الجميلة الحلوة دي كده، ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. نخلي ده هنا كده، اللهم صل على النبي، ونشيل ده هنا كده، ونجيب الكابوريا بتاعتنا الحلوة دي كده هنا، ونشتغل مع بعض. حلوه. هنجيب سرفيز ابيض او طبق ابيض زي ده كده، مفيش مشكله، اللهم صل على النبي. كابوريا دي كابوريا نتي معروفه طبعا، بتشيل الحته دي كده. مخرجنا الجميل حبايبي وامسك الكابوريا افتحها من هنا، اللهم صل على النبي. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. اشيل ده من هنا كده معلش عشان اشتغل بايديا، واخد الحشوه دي كده واحطها هنا، واقفل حبات الكابوريا. تاني، اللي ما خدش باله من الاول ياخد باله من التاني اهو. بشيل دي كده وافتح الكابوريا دي من هنا، اللهم صل على النبي، واخد الحشوه دي واحطها هنا. تاني، ده تالت، تالت نشيل دي من هنا كده، ونرفع دي من هنا كده، وندخل الحشوه بتاعتنا ما بين الصدفه وما بين لحم الكابوريا. معايا طاسه في الفرن شديده الحراره، معاكي بقى 2 كيلو كابوريا، 3 كيلو كابوريا، ربنا يزيد. شفت الكابوريا مبطرخه ازاي يا شفيق؟ بص البطروخ، البطروخ بيتكلم مصر اهو اهو، كابوريا بلدي اهي. شفت البطروخ اهو، دي معناها ان هي مبطرخه اهي، حلو قوي. شيل دي كده، فين البطروخ؟ هو ده حط دي هنا كده تاني مع بعض، اللهم صل على النبي الله نفس القصه كابوريا أزأز كابوريا لو أزأزوني أزأزي
شيل الكفر ده كده وندخل الكابوريا دي هنا كده اهو. تاني اهو. تاني وتالت ورابع اهو. اوبا. وناخد دي هنا كده اهو ده وتخش هنا كده الحشوه اهو. تاني اهو. حلو قوي يا شيف. طب لو عايز اعملها صينيه يا شيف هي نفس الطريقه. تعملها صينيه تعمليها مشويه بنفس الطريقه. الكابوريا جاهزه عندي. اللهم صل على النبي. والجمبري جاهز عندي. ومخرجنا الجميل اداني اوردر قال لي عايزين نطلع فاصل. يبقى لازم نسمع كلامه وناخد بعضينا ونطلع فاصل عشان محتاج ان انا اجيب زهره شديده الحراره. شايفين الجمبري في قلب الحله؟ طبعا ده لازم يبرد شويه. اللهم صل على النبي. اهو اهو. هاخد الجمبري ده من قلب الشوربه. جاهزين؟ العب يا سمك. اه. ناخد الجمبري ده كده. اللهم صل على النبي. ونشيل الجمبري ده كده. خلونا نصطاد الجمبري من قلب الطاسة. والطاسة جبنا الخلاصة. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع لشوية كشك بالجمبري من اسكندرية. كابوريا مشوية بالزبدة والتومة. وما ننساش صينية سمك قشر بياض بالبطاطس والكريمة. اوعى تروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ترتيب الشغل اهم من الشغل. والمثل اللي يقول لك تظبيط الشغل اهم من الشغل وهكذا. يعني عندك كابوريا بتغسليها وتحضريها، عندك سمك فيليه تشيكي على الشوك بتاعه لان دي هتتعمل بالبطاطس فهيبقى فيه امن وسلام هنا، يعني البطاطس ما فيهاش شوك والسمك فالاولاد هياكلوا منها بامان. انا دلوقتي جهزت الجمبري بتاعي وخدنا الجمبري بيتقشر علشان ندخل بيه زي بعد كده اللحم بالظبط عشان ندخله مع الكشك. فانا هشتغل دلوقتي في حاجتين، هشوي الكابوريا واشتغل في الكشك بتاعنا. حلو الكلام. هستاذن مخرجنا الجميل مقادير الكابوريا المشويه خدناها خلاص. نخش على اللي بعده. اهي كابوريا تبلناها وحشناها من جوه ما بين الكفر اللي هي الصدفه بتاعه الكابوريا دي ما بتتاكلش طبعا ولكن هي برزنتيشن وعنوان الكابوريا. نزين بقى طبق شوربه ماشي، طبق سيفود ماشي، طاجن سيفود ماشي، واللحم بتاع الكابوريا. هنحط معلقتين من زيت الزيتون في قلب الطاسه السخنه دي كده. خلي بالك لو الاولاد عندك في المطبخ ما يدخلوش دلوقتي لان دي شديده الحراره بالفعل. اهو. اللهم صل على النبي. ونعمل ايه يا عم الشيف؟ وناخد الكابوريا. انا اسال سؤال دلوقتي للساده المشاهدين والاخراج والكنترول اللي بيحب الشيف. الكابوريا دي اول ما اشويها دلوقتي احط الكابوريا على بطنها ولا على الصدفه؟ السؤال ده مهم جدا على فكره. ومش هشتغل في الكابوريا غير لما تجاوبوني. كبرت معايا بقى زي الاستاذ عادل امام ربنا يديله الصحه. ها؟ قالوا طيب ماشي حلو الكلام. اهي هناخد الكابوريا كده ده بالفعل اهي زي ما هي كده تترص هنا كده. الله هو ده. اه شفت الكابوريا؟ اهي الله. اه يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. اهي الكابوريا هتنط من الطاسه. اه تاني كمان رصه. الله. ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ اللي بيحصل هنا اسمها شهوه مطبخ. الزبده مع الخلطه مع الحاجات الحلوه اللي حضراتكم شايفينها دي لطيفه وجميله هتديني طعم وتديني فليفر. هنسيب الكابوريا زي ما هي كده. عندي بقيه الحشوه بتاعت الكابوريا. البوايا عندي باخدها كده. دول انا عايزهم زي ما هم كده. بقلبهم واخليهم جنبي. لهم عوزه. شفتي؟ اه حشوه الكابوريا اه معايا. اه اه حلو قوي. نشتغل في شويه الكشك بتوعنا زي الفل. بصلايه ناعمه، فص توم حلو في الكشك بالجمبري مع الطاسه بتاعتي شديده الحراره هنا. وناخد مع بعض كده التومه مع البصله وفص التوم المحترم ده. عايز اعمل شويه كشك حلوين. اللهم صل على النبي. طبعا ما تنسيش ان انت متبله الشوربه بتاعه الكشك اللي هي معايا دي. املي فيها مستقبلي فيها في قلب الطاسه. بعمل ايه يا عم الشيف؟ بستنى على البصلايه كده تاخد لون بتاعه الكشك. عندي معلقه هريسه حلوه عشان يبقى الكشك لونه احمر اسكندراني بالشكل ده كده.
باخد الشوربة الحلوة دي هنا كده. اللهم صل على النبي. العب يا سمك. هو ده. يلا نقلب دول كلهم مع بعض. كشك خلص معايا. اللهم صل على النبي. شوية كشك بيتكلم اسكندراني. بوجه تحية كبيرة لاخواننا في اسكندرية. شيل دي من هنا. عينيا. حاضر. الله. اخبار الدنيا ايه؟ بناخد المقدار بتاعنا. فاكرين الدقيق؟ فاكرين النشا؟ سوري، فاكرين الدقيق؟ الزبادي، الخميرة، السكر، كل ده مع بعض. ننزل بهنا كده. خلص الكشكش ونقلب. يديني القوام اللي انا عايزه بالشكل ده كده. نعم يا غالي. بنهزر بقى. بيقول لي الزبادي هنا ما يكلكعش، الزبادي هنا ما يتخمرش. خد الخميره، خد الدقيق، خد السكر، هيديني قوام جميل دلوقتي في حموضه اللي هي الحموضه بتاعت الكشك. حلو قوي. نشيل كل حاجه من هنا ملهاش لازمه ونشوف الكابوريا وصلت لفين معايا. تصلي على الحبيب، قلبك يطيب. يا ويلي يا ويلي. الله الله. اوعى الكابوريا تعضك. الزبده ساحت وراحت مطرح ما راحت ما بين لحم الكابوريا ما بين بطن الكابوريايه. تيجي تقزقز كابوريا دلوقتي، تقزقز صوابعك. لسه ما خلصتش. زي ما هي كده. يلا معايا. شفت عايز تنقع؟ يلا معايا. ناخد ده كده زي الفل يا عم الشيف. هو ده. يا ويلي يا ويلي. هو ده هو ده هو ده. نخلي دول عايزهم. العب السمك. كابوريا مشويه بالزبده والثوم مع الشبت. هنخليها زي ما هي كده. هندخلها الفرن شويه مع بعض تكمل سواها هنا. اللهم صل على النبي. ونشيل دي نخليها هنا عشان عايزينها. ايه الاخبار؟ اللهم صل على النبي. تعالي يا كابوريا، ما تزعليش مني، انا مهتم بيكي. اوبا. بص على الكابوريا، بص على الكابوريا في قلب الفرن. صل على الحبيب، قلبك يطيب. ايه الحلاوه دي؟ ازقز كابوريا من الفرن. طيب اطلع الكابوريا تسمح لي؟ ايه رايك؟ عشان عايز اعمل صينيه بطاطس بمزاج. دي مش هتاخد وقت كبير مننا ان شاء الله. اهو زي الفل. فين الكابوريا؟ جاهزه. ونجيب طبق التقديم. اللهم صل على النبي. دي كده نحطها هنا وناخد الزهره الحلوه دي كده هنا. سخنه سخنه، خلي بالك. حلو قوي. ونجيب الصينيه الثانيه. يا ويلي. اللهم صل على النبي. هي دي اللي بدور عليها. حطها هنا كده. الله. دي كابوريا مشوية. اللهم صل على النبي. تعالوا نغرفها ونحطها في سرفيز التقديم كده بالشكل ده كده. الله. نعم. بص انت تدوق وتجرب وقول لي رأيك. هو احنا غنينا للكابوريا من شويه؟ شايف الشكل الفوسفوري ده اللي في قلب الحله؟ بيتكلم اسكندراني ازاي؟ يا ويلي. الرجل دي عايزه. فاكرين البهريز اللي كان معايا من شويه؟ فاكرينهم شويه دول؟ امت. بحط شويه منهم هنا كده. عايزهم دول. واشيل مكان تحمير الكابوريا. الله. وننزل كده. يلا صلي على الحبيب، قلبك يطيب. اللهم صل على النبي. العب يا السمك. هو ده. حلو قوي.